أينما كنتم وحيدما وجدتم، سلم عليكم بدون استثناء. اليوم انتقلنا إلى مطار هيثرو تيرمينال 4 حول قضية الخطوط الجوية الجزائرية. الطيارة اللي كلوها البارح، المفروض هذه على 3 ديماري، راهم مازالوا. شحال راهي الساعة دوك؟ راهي 6 راهي 6. شحال راهي الساعة دوك؟ 6:10. مازال ما طارتش. راح نتصلوا مع الشاب يحكي لنا وسرى من داخل الطائرة. واش رايك في القضية هذه يا أخي؟ سمعت بها؟ سمعت بها. واش هذه حاجة طبيعية عند الجزائري؟ هذه سي كما نقولوا الباد هابيت، سي موفيز زابيتود ولفونا بهم. بالطبع الشعب يسوفري بزاف وما يفهموش، ما يفهموش سوفري الشعب وتمرمد، وكان اطفال، كان نساء حاملات، وكان وما كان حتى ما تغير والو. راح نتصلوا مع الشاب هذا. هذا مسافر من هؤلاء في الطياره، راحوا على 3 تاع راهي 3 راهي 6 درك. شحال راهي الساعه درك؟ راهي 6 غير 5. نحاولوا نتصلوا مع هذا المسافر يحكي لنا واش صرا الطياره هذه المستاجره اللي كراوها من البرتغال. والمفروض عندنا طيارات، عندنا خيرات، المفروض يشوف طيارات جدد. المهم نتصلوا مع اخونا هذا المسافر وخلوه يسمع يحكي لنا ان شاء الله. السلام عليكم. واش راك اخويا؟ لاباس؟ الحمد لله. انتم لاباس؟ اسمع، سمعنا باللي درتوا روطار، احكي لنا الطياره هذاك يعني بلا بدون ذكر اسمك، تحكي لنا ديريكت، فهمت؟ عطاكم فوتشرز؟ عطاكم لي فوتشرز؟ تعليل ما راحو في البارك تاع ديكارت كريم ديال الصرا، وبعد عندنا عندنا حاجه قبل ما نخلص الحين نركبوا الضربات. حنا رحنا في نركبوا حاجه خالص جاو نركبوا في نفس اللي عندهم ويكشا نسوني واحد ثاني جاو واحد نوم يا اخي. تسع سوايع، تسع سوايع من بعد. بيان سور، تسع سوايع هو يستنى في المطار خويا، بزاف عليه. كيما كان الحال طلعنا وكان يشتروا فينا الماسكه وطلعنا
مازال ما قلعت الطياره هكذا مازال ما قلعت اي والله ماشي تاع البارح ماشي تاع البارح يا خويا ان شاء الله ان شاء الله توصل ان شاء الله توصل اسمع خافوا قول لي كاين بزاف الناس دري صغار كاين شيوخه كاين بزاف الناس اللي تعبوا البارح بسبب الجوف لا اله الا محمد رسول الله يا خويا يعطيك الصحه على المعلومات هذه احنا نقول الحقيقه راهي ستة وقريبو 5 دقائق دركا عندكم 3 سوايع انتم تستناو دخل الطياره هكذا ايه بصح المفروض الطياره طلعت ثلاثه ايه هما حاطين في البورد هذاك على ثلاثه راهي 6 و5 شوف كاين حاجه اخويا نقولها لك على المهم ربي ها يا خويا ان شاء الله تلحقوا بخير وعندك التليفون تاعي لكش ما كان عاود عيط لي ان شاء الله ربي تلحقوا بخير على خير ان شاء الله ويعطيكم الصحه ربي يحفظك السلام عليكم شوف يا خاوتي تيرون مطرح 3 راه اكزاكتومون 18 and flat still here هذه خطه جويه الكسكس Yeah, Algeria. Yeah, supposed to go at 3 o'clock, but now it's 6:20. Something not normal. هذه يا خوتي كنا نهضروا مع المسافر راهي الان 6 و18 دقيقة مازالوا في الطيارة. هذا هو 3 سوايع وقريب 20 دقيقة تأخر. السلام عليكم.